المشكله تحديدا هي مش مجرد اللي حضرتك بتتكلم عليها. المشكله تحديدا ان حضرتك على علم ان من سنه 2011 و2012 في حاجات كتيره جدا اتمنعت ان الناس تستوردها من الخارج. طيب ده قرار صح، دي مش المشكله، بس دي سبب ان كان في ناس كتيره جدا هو بيبقى عباره عن هو فاتح مكتب استيراد وتصدير ومعاه موظف او اتنين، واحد مخلص جمركي وواحد محاسب وبيجيب بضاعه من الصين، اصبح مش قادر يجيب البضاعه من الخارج. بيعمل ايه؟ بدا يشتغل في سوق التطوير العقاري، يشتري وحدات بالمقدم ويرجع يبيعها تاني ويكسب. يكسب عائد على الاستثمار ممكن يوصل 120% في السنه الواحده. يبقى احسن من الدولار واحسن من العمله واحسن من التجاره عامه. هو في تجاره بتكسب فوق 100% سنويا؟ لا ما فيش، بس التطوير العقاري بيكسب. لما بدا يشتغل في وحده واثنين وثلاثه وكسب، اشتغل في عمارات وكسب، بدا يشتغل في اراضي. اللي يحصل ان بقى الاثنين ثلاثه تجار دول بيلموا بعض، بيشتروا قطعه ارض على امل ان هو يبيعها لشركه، يعني يحط مقدم، هو ما بيشتريش القطعه، يعني سيل ارض 100 مليون جنيه، المقدم بتاعها 10%، يدفع 10 مليون جنيه وبعد كده ياخد الارض، يبقى ربط السعر من الحكومه ويحاول يبيعها لشركه تطوير عقاري ويكسب زياده على كل اسعار الامطار اللي كلها. هو انت لما تيجي تبيع حاجه بتبيعها على اجمالي ثمنها، فهو بيكسب على الاجمالي. باع ارض واثنين ثم عطل، لقى نفسه عنده ارض وعليه اقساط جايه ومش لاقي حد يشتري الارض. ايه اللي بيعمله؟ يقول لك خلاص انا لازم اطور. ما هو لو هو ما دفعش القسط هيتسحب ارضه وهيروح المقدم. فبيبدا يطور وبيبدا يعمل شركه تطوير عقاري، بيجيب ناس بتوع تسويق وناس بتوع مبيعات، يقول لهم انا عايز ابيع ولازم ابيع، يقولوا له هنبيع ازاي، يقول لهم عايز تبيع لازم تعمل حمله اعلانيه ضخمه ب 20 30 مليون جنيه. بيعمل الحمله الاعلانيه الضخمه، بعد ما بيعملها بيفاجئ ان ايه؟ ان المبيعات، ما هو اجمالي المبيعات على المقدمات اللي نازله دلوقتي في السوق 5% مقدم و1% مقدم، الكلام دي الاقساط دي مش كافيه ان هو يدفع مصاريف الدعايه ويدفع مصاريف الارض ويدفع اقساط الارض. فاللي بيحصل ان في شركات هتبدا تقع من السوق، وده اوريدي احنا بدانا نشوفه. احنا على علم كلنا ان اثناء الثلاث اسابيع اللي فاتوا في اكتر من 10 قرارات طلعوا لسحب اراضي، والاراضي كبيره ضخمه. دي بقى المشكله، ان المستهلك دلوقتي لما يجي يشتري لازم يبقى واثق من المكان اللي هو بيشتري منه، لازم يبقى واثق من الشركه. انا مش بقول كده عشان احنا مجموعه النساجون الشرقيون ولينا ثقه، لا ده طبعا اساسي، بس انا بقول كده لاي مستهلك في اي حته. قبل ما تشتري الوحده بتاعتك اتاكد الشركه دي رقم واحد سلمت كام وحده بالفعل، انزل زور مشاريعها، شوف الوحدات دي خلصت ولا لا، اسال اللي هم قالوه نفذوه ولا لا، اللي كان في الكتالوج اتنفذ، قالوا لك هنا حمام سباحه وهنا حديقه، رحت لقيت حمام سباحه وحديقه، يبقى زي الفل. هي دي الشركه اللي تشتري منها، لان الفتره اللي جايه انت على علم حضرتك ان دلوقتي احنا بنبيع سلعه بنسعرها النهارده وبننفذها بعد سنتين ثلاثه، ومفيش حد يقدر يتخيل التضخم عامل ازاي. ما هو في الاخر مهما تسعر، يعني لو جيت حضرتك النهارده وقلت لك الكاميرا الجميله دي هشتريها من حضرتك النهارده وحضرتك يبقى اديهاني بعد 3 سنين، هتقدر تتفق معايا على سعر؟ مش هتقدر، عشان انت ما تعرفش خاماتها اللي مكونها هتكلف كام بعد 3 سنين. فحط حضرتك دي على المعلومه الاولانيه، هتلاقي ان بالفعل الفتره اللي جايه في مشاريع شكلها جميله جدا في السوق، بس هل هم متخيلين الواجهات الزجاجيه والالموتال بعد سنتين وثلاثه اثناء فتره التنفيذ هيكلف كام؟ انا ما اقدرش اعرف، حضرتك ما تقدرش تعرف، واكذب اي حد يقدر يقول ان هو عارف.